اقتصاديا، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين لتسجل 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2021 في مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020. بلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين نحو 27 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 23 مليار و700 مليون دولار خلال نفس الفترة.